بدأت كاميرا المخرج ظهير غريبة بتصوير مسلسل جديد من إنتاج شركة أفاميا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني تحت اسم حواري الخير. النص لمروان قاووق ومؤلف من 30 حلقة. العمل من المتوقع أنه ما يشارك بالسباق الرمضاني المقبل، وإنما فور الانتهاء من عملياته الفنية. حواري الخير عبارة عن خماسيات وثلاثيات بتدور إحداثها بالبيئة الشامية، وبتناول قضايا ومواضيع اجتماعية بحتة. العمل من بطولة كتير من النجوم والفنانين السوريين مثل عبير شمس الدين، سعد مينا، ليث المفتي، أندريس كاف، أمية ملص، فاتح سلمان وغيرهم. هلأ طبعا هو العمل بشكل عام بيحكي عن البيئة الشامية، بيحكي عن التقاليد الحقيقية والصورة الواقعية اللي نحن للأسف ما عم نشوفها بكتير من الأعمال الشامية. بيحكي عن أهل البلد الحقيقيين، عن الشهامة، عن الرجولة، عن السيدات السوريات كيف كان لهم وقعهم بالحياة بهديك الفترة، عكس طبعا ما عم نشوفهم أحيانا ببعض الأعمال على تأثيرهم. أكيد دوري هي شخصية اسمها عبير على اسمي، هي شخصية بالبداية بتنظلم من أحد الأشخاص، يعني بسبب أنه هو حابب أنه يرتبط فيها أو بشيء بهذا المعنى، وفي أحد الأشخاص كمان بيدافع عنها فبتوقع بالحب وبيرتبطوا وبيصير كذا. يعني في كتير، ما حابين نحرق الموضوع على الآخر، بس هي بالنهاية شخصية إيجابية محبة، صاحبة حق يعني بالنهاية، وبتحاول أنه تأخذ حقها. العمل طبعا بيئة شامية، برأيك هذا النوع من الأعمال لسه عم يلاقي رواج كبير بهذا الوقت؟ هلأ بدون شك لما بتختلف المواضيع ولما بينحكى بأشياء مختلفة وبصير في روح جديدة على ممثلين جدد، على نصوص يعني قصص وحدوتات جديدة، الناس بتحبه. وهي يعني هذا اللون أنا بتخيل أبدا ما بتخلص موضته، الناس كتير بتحب هذا الجو تبعنا، هي البيئة، هي الألوان، البيوت العربية، طبيعة اللباس كيف كانت، طبيعة الناس كيف كانت، هي العفوية، هي الشفافية اللي كانت عند الناس. أنا برأيي لا ما بتخلص، يعني أنا من الناس اللي بحب إني أشتغل هذا النوع من الأعمال. حواري الشام هو سلسلة من الخماسيات الشامية اللي بتحكي مسلسل مرايا، بيحكي قصص اجتماعية ناقدة لابلاب إلى آخره، بيحب المشاهد. بالفترة الأخيرة الأعمال الشامية كسحت الشاشات وحب الجمهور العربي بشكل، بس المزاج الضيق صار عند الجمهور العربي بعد دخول المنصات وإلى آخره، صار ما عاد يتحمل مسلسل 40 50 30 حلقة. فحققنا هي المعادلة بخماسيات شامية بتحكي عبرة وقصة وحكمة، وبحب المشاهد العربي وما بيمل منها، بيزهق منها. فنحن هو مجموعة من 10 أو 7 من حد الخماسيات. الخماسية بتحكي قصة بتبلش بتنتهي بالخماسية، وهو مشروع لطيف من العيار الوسط. يعني هو نحن الشركة بتنتج شيء استراتيجي وشيء لمنصات كبرى وشيء لحتى ننافس فيه منصات عالمية، وشيء بنسموه خبز السوق، وشيء للمعيشة لتنفتح هاي البيوت ولتشتغل هاي الناس ولحتى الشركة تقدر تستمر بالعمل. فهو عمل حياتي للممثلين وللمشاهدين ولمكان العرض، يعرض على الشاشات الوطنية، يعرض على المحطات اللطيفة، يعرض على المنصات اللي بيهتم بالحكم والعبر والحكاية اللطيفة المهذبة اللي بتدخل كل بيت، اللي حب جمهور الشامي وتعلق فيها. هذا هو حواري الشام. برأيك اليوم العمل أو أعمال البيئة الشامية ما عم يقل جمهوره أو ما عم يمل منهم؟ لأنه جمهوره بلش يتأفف شوي، ولأنه المزاج بلش يختل شوي، فإحنا عملنا فورمات جديدة هو عبارة عن جذب الحالة الجماهيرية اللي بتحب صارت الشيء السريع، الإيقاع السريع. يعني ما عاد هلا يستمتعوا بصوت الصرصور عم بيزقزق والحنفية والبدشو والنافورة عم تزهف والطير والعصفورة بيزقزق، نقضي ربع ساعة داخل المشاهد.
هلا دغري بفوت بالاحداث بايقاع عالي، ممكن يقولوا والله شو هذا، في نكهه هنديه، اي نكهه هنديه، في احداث سريعه، في عبار، في قيام، في شيء مشوق بالبيئه هي الشاميه، بالملابس الشاميه، بحارات الشاميه، بقيم اهل الشام او اهل الاول ما بيقولوا. هلا هو دور يعني شخصيه مثل هي الشخصيات الشاميه اللي بنعرفها، اللي فيها الخير، فيها المحبه، فيها الالفه. يمكن عندكم فكره صار عنه العمل، يعني هو مجموعه خماسيات لطيفه بسيطه عم تنشغل بجو حلو، هي اهم شيء يعني. العمل قد بينشغل بمحبه فبيوصل للناس، مفروض بمحبه يعني. اي يعني بدون يكون في توتر. يمكن شفتوا جو الشغل كيف يعني، كلنا رفقات احباب مع بعض. هلا ما بدنا نحكي كثير عن الاعمال الشاميه يعني او هي اللي عم تنشغل، بس في بيضل إلى نكهتها الخاصة، بيضل في إلى جوها، بيضل في إلى متابعينها. عم نحاول نقدم لهم شيء قدر الإمكان يعني، إنه يكون في شيء من الاحترام يعني، ما يكون في شيء مبتذل، ما يكون في شيء هاي يعني. هي خلينا نقول عنا إنه هيك مو رسائل صغيرة يعني، إنه عم نرجع نذكر بعض العالم، عرفت، إنه لسه في خير، لسه في ناس أبو ضايات بالحياة، لسه في ناس زقرتية، لسه ناس في ناس محبة. ايه يعني بس هيك ما في شيء يعني. وعمل مثل ما شايفين بسيط خفيف، متعب شوي، شو بفطيس الدنيا وبس. الله يعطيكم العافيه. اليوم كعمل بيئه شاميه، ما بتحس انه متابعينه مثل ما ذكرت يمكن عم يقلوا او عم يملوا شوي، ولا شو رايك؟ لا لا ابدا، في إلهم ناس هلا بيجوا لك. اغلب الناس بيقولوا لك ملينا من الشامي وخلصنا من الشامي، وبيجي بيحكي لك المسلسل، عرفتي يعني انه والله نحن ما حبيناها لهي الحلقه كذا مدري شو، لانه عملوا فيها واحد اثنين ثلاثه، شايفها للحلقه اكثر مننا حافظها يعني. نحن بجوز بنعرف دورنا، هو لا بيعرف ادوار الكل. هي عباره عن لوحات مسلسل، فيك تقولي متصل منفصل، بيحكي عن عادات وتقاليد مثل كل اهالي الشام، بس هون عم يكون في عنا عبره، أحياناً بكون بين الخير والشر، أحياناً تقارب العائلات، مشاكل عائلات بين بعضهم، مشاكل عائلات بين العائلة والخارج العائلة، يعني حكايات وحتوتات شامية مثل ما بيقولوا. تمام. شو الشيء اللي جذبك بهذا العمل؟ المعنى اللي عم يصير، يعني اللي عم تجينا لوحات كتير حلوة، لوحات عم نوصل، نحاول نوصل إلى معنى. وطريقة الشغل الجديدة اللي هلا عم يشتغلوها، يعني احنا بالعادة لازم نروح على ضواحي او على استديوهات، نحن عم نشتغل بالحارات اللي هي حارات الشام القديمة. عم نحاول نرجلي انه اسا في عنا تراث، اسا في عنا حارات حلوة نقدر انه ناخذ منها ونرجيها للعالم انه نحن عنا شامنا كتير حلوة. اكيد اليوم العمل بيئة شامية، يمكن جمهور أو متابعين هذا النوع من الأعمال عم تخف أو عم تمل، شو رأيك؟ لا بتخف ما بعتقد، لأنه الطلب اللي عم بيصير عليه برا أكتر من هون يعني برا بيسألوا أنه إمتى هتعملوا شامي، إمتى هتساوي شامي، يعني برا العالم بتحن للبيئة هاي، بيحبوها كتير. والنسبة وهون كمان في هيك عالم بحبوك، يعني اختلاف الرأي بس النسبة الأكبر برا. قبل ما بلش بمسلسل حوار الخير بدي اعتذر من الجمهور اللي بده يشوف هذا اللقاء، لأنه نحن عم نصور هلا حاليا بالشوب ودرجة الحرارة كتير عالية، فوضعنا اللوجستي سيء. مسلسل حوار الشام هي مسلسل بيئة شامية مؤلف من حكاية شامية، تخلص الحكاية بثلاث حلقات أو أربعة أو خمسة. وجهة نظر جديدة إنتاجية تأخذ لشركة الإنتاج للأستاذ فراس الجاجة، هو دائما عنده مقترحات جديدة غالبا كويس وبيصيب، بل طبعا المقترحات قد تصيب قد تخيب، لكن هو دائما على الأغلب عم يصيب بمقترحاته. هذا مقترح بأنه ما تكون الحكاية الشامية طويلة 30 حلقة، تكون 3 أو 4 أو 5 حلقات، أنا شايفها خطوة كتير حلوة، بالإضافة لأنه تجدد عند الممثل، مرة بيعمل شخصية سلبية، مرة إيجابية، مرة قريبة، مرة بعيدة، ففي خصوبة بلعب الشخصيات. هو مجموعة أدوار وهي مجموعة حلقات، كل حلقة لها موضوع شكل، فأنا بمعظم الحلقات اللي أدوار بتناسب مع الشخصية اللي عاطيني إياها. شو الشيء اللي لفتك أو جذبك لحتى تكون بهذا العمل اليوم؟ هو النص الجميل وسرعة هيك يعني عصري أكثر، عرفتي، وبيتقبلوه الناس يعني.
اليوم يمكن عم يصير في ملل من الأعمال البيئة الشامية أو عم يقل الجمهور، شو رأيك بهذا الموضوع؟ مزبوط كلامه، لأنه كلها مكررة، عرفت يعني، بس أنت بتاخدي من البيئة الشامية الشيء الجذاب وهذا متوفر بهالعمل فبيتقبلوا الناس، يعني ما بيتقبلوا الناس لفترة طويلة لأنه صار مكرر كلياته، فمحفوظ مطلق. وقت بيكون في نهفة مثل النكتة، نهفة عرفت يعني، النكتة ما بيمل منها والنهفة ما بيمل منها إن كانت بقالب شامي ولا. الحقيقة أنا هاي المؤسسة أنا على طول بشتغل معها، كل أعمالي أنا موجود فيها. بهذا العمل أنا ضيف شرف، يعني دوري مو طويل ولا هو قصير. أنا صاحب مخزن كبير بيوزع الحنطة والشعير للمحلات الثانية، هيك ما فيه دراما، بس فيه حالة إنه إنسان عم يساهم ببناء المجتمع. يمكن اليوم إذا فينا نقول أعمال البيئة الشامية عم يصير في ملل منها أو الجمهور عم يلتفت لشيء غيره، شو رأيك بهذا الموضوع؟ أنا مع الجمهور، وأنا بعتبر حالي واحد من الجمهور، لأنه كله صار يشبه بعضه، كله بيشبه بعضه. مثل هلا النسوان كلهم اللي عم يعملوا عمليات تجميل بطلع برأيهم كلهم بيشبهوا بعضهم جد، ما يعني زميلاتنا ما بنداعي ذكر اسمهم بطلعهم كلهم بيشبهوا بعضهم. فالأعمال الشامية كمان صارت كلها بتشبه بعضها. أول لما كنا نعمل أعمال حلبية خالي الحرير والسوري عدول كان في إلها نكهة تانية وما بيشبهوا بعضهم، لأنه كل واحد موده شكل وكل واحد حكايته شكل. هي الحقيقة. عم نشوف بهذا الوقت ابن حضرتك المخرج فادي عم يعمل أشياء كتير حلوة وعم يوصل لأراني كتير حلوة، خبرنا شوي عن هذا الموضوع. يعني أنا شو ما بدي أقول عن ابني فهي شهادتي مجروحة. أنا أكتر شيء بيعجبني إن الناس سنن بيجوا بيقولوا لي نيالك على فادي شو عامل، بلن شو عامل، بقولوا لي كيت 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 كيت، بفرح ابني لأنه هذا أنا، وإن شاء الله الله يوفقه. وأنا واثق إنه راح يعني فترة قصيرة كتير راح يكون من أهم المخرجين في الوطن العربي كله. إن شاء الله يا رب. الله يوفقه ويرضى عليه ويحميه ويحميكي. وانت شو دخلك ولا؟ رموني وين أحسن ما أطلع بروحة؟ يسر وجهي طريقك. ولك عم أقول لك روح من خلقتي. فوتي لجوا، فوتي لجوا.